والفقهاء عمدتهم على ماذا؟ على القرآن العظيم وعلى الحديث، فقهاء الملة. فهؤلاء هم، ولذلك تجد أهل الحديث منذ القرن الثاني الهجري إلى يومنا هذا في الجملة عصمهم الله من البدع، ومن وجدت عنده بدعة فهذا ما أداه إليه اجتهاد، وهذا من حسن ظنه ومبلغ علمه، ما هو بقصد، ولا يعرف على أحد منهم أنه أخذ بدعة مكثرة، وهذا من فضل الله عز وجل. وإذا رأيت أن أردت النماذج العجيبة الغريبة، الشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا وعلينا، في الشام في وقت ظلمات وتسلط من أهل البدع وأمور عظيمة زلزل الجبال، ومع ذلك عنده مشروع تقريب السنة بين يدي الأمة، قام به خير قيام على اجتهاده، شخص واحد عمل عملا ما تعمله المؤسسات مجتمعة سنين طويلة، ونفع الله به وانتشرت كتبه في العالم كما أشد من انتشار الدواء في الصيدليات. وحتى إن الباحثين يقول الحديث كذا كذا وصححه فلان أو ضعفه فلان. الآن هذه من آيات الله، أناس أفراد غرباء ما لهم أنصار، ما لهم أعوان، ما عندهم سلطة، ما عندهم نفوذ، ما عندهم شيء، ومع ذلك رفع الله قدرهم، صاروا معروفين ومشهورين ومعتمدين ومتبوعين في العالم الإسلامي كله وفي غير العالم الإسلامي من المسلمين. يعني هذه من آياته، هذا يدل على شرف العلم بالشرع.